بعضهم يقول ليس للمسلمين اليوم إمام موحد، فهل يقال إن كل دولة لها إمامها، فإذا أمر بالجهاد وجب عليهم النفير لأمره؟ يا أخي، من استولى في بلاد في بلد من البلدان فهو إمام، والبلد الثاني لهم إمامهم ودولتهم. هذا منذ عهد بعيد، والدول الإسلامية متقطعة، لكن كل جماعة مع إمام، وكل بلاد مع إمامها، له حكم الإمام بالنسبة لهم، حكم الإمام بالنسبة لهم. وهذا موجود من زمان بعيد في الإسلام، أن الإسلام صار دول، صار عدة دول، وكل جماعة تطيع إمامها، كما ذكر ذلك العلماء كالإمام الشوكاني وغيره. نعم، تلزم طاعتهم. نعم.